أوتي سلام عليكم، شحال تكونوا كامل ملاح؟ المهم راكم معايا في الخدمة، وجيت حبيت برك نفهمكم خاوتي بمعلومة خفيفة ظريفة. بون نبداو حاجة الأولى باش نختصر وما نطولوش. خاوتي أكو تشوفوا ماشينات هنايا، أكو تشوفوا كيما هادية اللي يتعلمها ولا اللي يسوقها ولا كيفاش لازم لك بيرمي بزاف صوالح. المهم نبداو خاوتي بالبيرمي. البيرمي خاوتي تاع الجزائر ما اكزيستيش في الالمان، عندك حق تسوق به 6 شهور من بعد ما عندكش حق تسوق به، لانه البيرمي تاعك جزائري ماشي اوروبي، غير الاوروبي هو اللي اكزيستي في الالمان، تاعنا ما اكزيستيش. لازم كي تموت لك 6 شهور تعاود واحد اخر الماني، وتكون عندك الا عندك في الجزائر بيرمي كيما نقولوا في الالمان دير تيست برك، شغل عندك الخبره هذيك. شنو لازم تروح للوطو ايكول و كيما نقولوا تسجل روحك ويدير لك تيست اسكو تعرف تسوق، وتخلص تخلص بالسوايع شحال قريت شحال فهمتوا خاوتي، وتقرا كيما نقولوا لي بلاك والطرقان بالالمانيه هكذا. وباش لي يحب يتعلم هاد الماشينات هادو في الالمان، اللي عنده خبره في الجزائر يقدر شغل كيما نقولوا مليح عليه، واللي ما عندوش لازم يجي يتعلم هنا بالالمانيه كيما نقولوا لازم يدير ستاج، والستاج هذا خاوتي لواحد حراق، واحد حراق يدي مونديولو جواز السفر باش تدير التكوين تاعك. في 2016 خاوتي خرج القانون هذا تاع لازم يكون عندك جواز السفر باش تقدر تدير كيما نقولوا التكوين المهني تاعك او سبيلدونغ ولا. المهم خاوتي دوكا ولاو يدي مونديولو جواز السفر بزاف سقساوني. المهم خاوتي كما نقول لكم كاين واحد صاحبي كان حراق، و كي يلقى خدمه قالوا له جيب لنا الجواز السفر، كي جاب الجواز السفر تاعو حبطوه للبلاد فهمتوا، هذا هو المشكل. المهم خاوتي ربي يرزق الزواوله كامل، وهذه معلومه خفيفه ظريفه، ونزيد لكم فيديوهات من العمل تاعي، وتهلاو في روحتكم خاوتي. سلام عليكم.